الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة، تقدموا ابتداء إلى الأمام، تقدموا أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، هذه آية من آيات الكتاب العزيز، أفلا يتدبرون القرآن؟ هي دعوة من الله عز وجل لكي نتدبر كتابه. هذا الكتاب هو خطاب الله عز وجل للعقلاء من بني البشر وللمسلمين خاصة من بني الإنسان، دعوة لكي نتدبر. القرآن الكريم ليس للتعازي أو لافتتاح الاحتفالات ثم ينقضي كل شيء، إنه خطاب الله، إنه دستور أمة، إنه منهج حياة. سآتيكم بنص من كتاب الله نتفكر فيه كيف أن الله عز وجل يدعونا إلى التدبر، وكيف أن مجرد الاستماع لا يغني بين يدي الله عز وجل شيئا. استمعوا معي إلى هذه الآيات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يوم ينجي الله الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. دعونا نعود إلى هذه الآيات وفق تسلسلها.
الله عز وجل يعلن إعلانا بيننا وبين البشرية جميعا، قل يا عبادي، ونحن من عباد الله إن شاء الله، وكلمة عباد تأتي على سبيل المدح، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما كلمة عبيد تأتي على سبيل الذم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، من منا لم يسرف على نفسه؟ كل بحجمه وحجم صلته بالله، لكن من حيث النتيجة جميعنا أسرفنا، وأنا أولكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن زلت بك القدم، إن وقعت في المعاصي، إن هاجت نفسك لما يغضب الله عز وجل، فأسرع إلى رحاب ربك واطرق أبوابه وأعلن توبتك بين يديه واستغفر واجعل استغفارك نافذة لك إلى مرضات ربك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يجوز أن نيأس من رحمة الله، رحمة الله حاضرة، رحمة الله تحيط بنا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا باستثناء أن يشرك العبد، وهذا إن تاب تاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه، الله يتحدث عن نفسه، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، أنيبوا يعني وتوبوا. الآن انظر إلى الحوار وانظر إلى التدرج في الآيات، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا لأوامر الله، فأوامر الله فيها نجاتكم، فيها سعادتكم في الدنيا، وفيها نجاتكم في الآخرة. اليوم هناك حرب على الإسلام، يريدون أن يشوشوا علينا كل شيء، لكن هذا الدين باق بعز عزيز أو بذل ذليل. كل شيء يريدون تشويشه، وأكثر شيء اليوم يركزون عليه هو الأسرة، يريدون تدميرها. بدأ الحديث في هذه الأيام عن أم بلا زوج، بلا زوج، الأم المثالية بلا زوج، هكذا يعملون على تدمير الأسرة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. الآن دار عمل، الآن دار توبة، الآن الأبواب مشرعة لكي نعود إلى الله، مهما كانت ذنوبنا، مهما كان تقصيرنا. لا تأتي إلا في صلاة الجمعة الفرصة سانحة لكي تتوب إلى الله وتصلي الأوقات الخمسة. لا تصلي الفجر واعتدت على أن تقضي عندما تستيقظ من نومك، الفرصة سانحة لكي تتوب إلى الله وتقف بين يدي الله عز وجل في صلاة الفجر. الآن زيد من الناس يقلب في اليوتيوب وينظر إلى المحرمات وينظر إلى العورات. الفرصة سانحة ما دمنا لم نصل إلى الغرغرة، لكن لا تدري متى تكون الغرغرة، كما سيأتي معنا في الآيات الآتية. الآن تب، الآن استدرك، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عندما يأتي العذاب لا نصرة، لا ينصرنا أحد يوم القيامة إلا رحمة الله التي عملنا على أن نستظل بظلها في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق،
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يعني اتبعوا القرآن الكريم، يعني لا تتبعوا إلى شذرة مذر، إلى من يشكك بالدين، إلى من يشكك بمصداقية الشريعة، إلى من يقول الشريعة ليست صالحة، هكذا يقولون. والله ما ضعنا إلا يوم تركنا الشريعة. لم تتعرض أمتنا لذل كالذي تعرضته منذ سقوط خلافة بني عثمان إلى الآن من التمزق والتشرذم والضياع. حتى إغاثات الأمم المتحدة حولت البلاد والعبادة إلى متسولين على أبوابها. سأل طفل أباه: ما وظيفة الأمم المتحدة؟ قال: وظيفتها أن تلغي الأوطان، أن تلغي الأوطان وتنقل البشر إلى الخيام. هذه الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة، أما كانت تستطيع بها أن تبني بيوتاً وقراً في سوريا؟ هذه الإبر التسكينية التي تزداد ألماً فوق ألم في كل شتاء، هم وراءها. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني توبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى ربكم قبل أن تصلوا إلى لحظة تقول فيها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين في الدنيا. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني توبوا إلى الله قبل أن تصلوا إلى لحظة تعلنون فيها عتبكم على الله: لو أن الله هداكم لكنتم من المتقين. باب التوبة مفتوح، وأنت تختار بين أن تدخل المسجد أو تدخل السينما، أنت مختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لولا أن الله عز وجل أعطاكم المشيئة لما شئتم، لكن الله أعطاكم المشيئة، فأنتم أصحاب الاختيار، وأنتم من تحاسبون على القرار في يوم القرار. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الآن عندما يرى العاصي أو الكافر أو من مصيره النار العذاب، يقول: أعيدوني، أعطوني فرصة، أعطوني فرصة. كلا كلا، الفرصة أنت الذي فوتها في الدنيا. الآن باب التوبة، والآن هي الفرصة، والآن أنت تقبل على الله، والآن هناك من يذكرك بالله، وهناك من يدعوك للطغيان، وأنت من تختار، وأنت صاحب الاختيار، وأنت صاحب القرار، وأنت من تحاسب على القرار. بلى، عندما يقول العاصي أو الكافر يوم القيامة هذا الكلام يأتي الجواب: بلى، قد جاءتك آياتي، جاءك الرسل، وجاءك العلماء، وجاءك المناظرون، وجاءك المحذرون، لكنك اخترت هذا الطريق. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة يقول الله، الآن يصف الله المشهد: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الذين كذبوا في الدنيا وجوههم تسود يوم القيامة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ألا يوجد في جهنم مكان لمن تكبر على الله؟ بلى. طيب، من تواضع لله، من استدرك وتاب إلى الله؟ قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم،
اللهم اجعلنا منهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون. اللهم تب علينا توبة صالحة نصوحا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصياني. إخوة الإيمان، هذه الآيات التي مرت معنا في الخطبة الأولى تحريض من الله لكي نتوب، أن تقول نفس، يعني أنيب إلى الله قبل أن تقول نفس كذا أو كذا أو كذا. لكن الله عز وجل أيضا يحببنا إلى ذاته وإلى التوبة بطريقة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله سبحانه وتعالى لم يقل يحب الصالحين، يحب الطائعين، يحب المقبلين على الله، لا، إنما قال يحب التوابين. طيب التواب ماذا كان؟ كان عاصيا. إذن يحب من عبده إذا عصى، إذا انزلقت قدمه، إذا اهتاجت لواعج الشهوة بداخله فوقع، أن يسرع إلى التوبة ويسرع إلى ربه منيبا تائبا عابدا عملا بقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا ما يريده الله مني ومنك، أن نتوب وأن نسارع إلى التوبة حتى لا يأتينا الموت بغتة كما جاء في الآيات. بغتة. هل تدرون أننا في هذه الأيام، في هذا الأسبوع الذي مضى، أسبوع الثلج الذي أغلقت فيه الطرقات، فتحنا هنا عزاءين، أحدهما بيت السالم والآخر بيت الويس رحمهما الله، آنسهم الله، جعلهم الله في أعلى عليين. هل كان أحدهما يظن أنه سيكون يعني في عداد من يلقون الله عز وجل قبل أن تنتهي العاصفة؟ أيها الناس، أحدهما كان لا يترك صلاة خلفنا، والآن في رحاب الله. علينا أن نبدأ رحلة العودة إلى الله، رحلة التوبة إلى الله، رحلة الأوبة إلى الله. فهذا الذي ينفعنا، وهذا الذي ينصرنا، وهذا الذي يعزنا، وهذا الذي يخرس عدونا، أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت.
ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب. لا نضام وأنت إلهنا وأنت خالقنا. أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. وإذا قضيت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت يا الله، ونعادي بعداوتك من عاديت يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.